تعال اتفضل. ايه؟ أستاذ إياد، ايوه يا فوزية، مساء الأنوار على جميع فريق برنامج عالم رؤى. مساء النور والسرور على جميع المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيك، تفضلي. فيك بارك، رأيت في منامي أني متواجدة في الطابق الثالث لمنزلنا، وأنا مستلقية في المجلس، وابن خالتي متكئ علي، وأنا أقرأ سورة الكهف، وإذا بباب الدرج ينفتح. نعم باب الدرج مصنوع من باب الدرج مصنوع من نجارة الألمنيوم والزجاج الأبيض المزركش، وعند نعم انفتاحه دخل كبش كبير، وخلف الكبش أكرمكم الله كلب، وبعده جرو صغير، واتجهوا نحو المطبخ. وبعدها قلت لزوجة أخي: هيا نخرجهم، نعم واحذري على بطنك لأنها حامل. ثم توجهوا نحو الحوش، حوش البيت، لكن لم أعرف إن خرجوا أم لا. وأنا أكمل قراءة سورة الكهف، واستيقظت بآية وترى الشمس. هذا وترى هو الشمس. المنام يا أستاذ. نعم ما شاء الله. طيب انت حامل فعلا؟ لا، أنا ماني حامل، أنا مطلقة. مطلقة. كم عندك نعم، ابناء وبنات؟ لا، أنا طلقت قبل زواجي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو الحمل، هو الهم، ليس الحمل الولادة. اذا طيب انت في عندك شيء خاف شاكة فيه، سحر او ما الى ذلك؟ اسمح لي أستاذ، زوجة أخي حامل بالوقت. انت شاكه بسحر انه اثر على حياتك او ان احد دخل في نعم حياتك؟ نعم يا أستاذ. طيب هذا هو. زوجة اخاك حامل حاليا؟ ها، نعم، باي شهر؟ تقرب من التاسع. من التاسع. كان حملها صعب؟ شوي، لأنه هاي ثالث مرة تحمل فيها. طيب هذا هو الكبش، كان صعوبة، بعدين صار كلب، بعدين صار جرو، يعني صار اسهل الخروج الولاده. ان شاء الله الولاده تكون سهله باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يهمك، انت حافظي على قراءه سوره الكهف كل يوم جمعه، واذا رايت رؤيا، هاي كلمه ترى الشمس، فسوف ترين رؤيا تظهر لك من تسبب لك بالضرر وكيف وقع هذا، والله العليم الحكيم. ولكن حافظي كل جمعه على قراءه سوره الكهف باذن الله سبحانه وتعالى، سوف ترين الحق واليقين باذن الله.